والذي فيها إبداع. لا بد أن يكون عندنا إبداع في شيء ما، هذا الإبداع هو الذي يجعلك متميزا عن غيرك. نسخة عن الآخرين هذا موجود في كل مكان، لكن نسخة شوية منقحة، شوية مرتبة، شوية في شيء جديد. وحقيقة الإمام الحسين سلام الله عليه وهو قربان الله في هذه الأرض دائما جديد، وكلامنا عن الحسين يجب أن يكون جديدا، أسلوبنا في طرح القضية الحسينية، حتى بعض مواكب الخدمات، حسينيات اللي تقدم خدمات. رحت مرة إلى حسينية مع الأهل القطيف، قلت لهم شنو عندكم جديد اللي يختلف عن بقية الحسينيات؟ قالوا عندنا. قلت لهم شنو؟ قالوا الأكل نعطي يوم 500 وجبة طعام، غيركم يعطي 2000. قالوا كذا. قالوا عندنا أيضا 50 من الأطباء، من الممرضين والممرضات والأطباء والطبيبات. قلت هذا هم مو جديد. شنو عندكم عمل ثقافي للناس؟ خب هاي الخدمات تقدم للناس، هذا جيد وممتاز وإلى قيمته وثوابه إشباع البطون، ولولا وجود خدمات الحسينيات اللي تقدم خدمات لما كان باستطاعة 26 مليون أن يأتوا من البصرة، من الفاو، من مختلف المناطق إلى كربلاء. لكن هذا ما يكفي، وإذا أصبح كل حسينية تقدم مع وجبة الطعام وجبة للروح، شيء فكري كتيب عن الحسين، عن ثورة الحسين، عن قضية الحسين، لأن هنالك تخوف أن تتحول هذه المسيرات الضخمة بمرور الزمن إلى فلكلور، يعني متعودين على هذا الشيء. طبعا القضية الرئيسية لأن الحسين ده يتصرف في قلوب الناس. قلت قضية بسيطة، الحسين أعطى قلبه لله فأهدى الله له قلوب المؤمنين، وقلبي لقلبكم سل. يعني يا أبو عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله شيخنا، وقلبي لقلبكم سل، يعني يا أبو عبد الله اللي بقلبك شوية من عنده بقلبي، الإيمان ملأ قلبك لكن شوية من الإيمان أيضا في قلبي. أبا عبد الله تعجبت الملائكة من شجاعتك، شوية هم شجاعة. أنا واحد سألني مرة قال شنو تطلبون من الأئمة؟ قلت له نطلب، نقول الله أعطاكم الشجاعة كلها والإيمان والصدق والصفاء والأخلاق، شوية اعطونا انفقوا مما تحبون. يا أبو عبد الله أعطينا شوية من أخلاقك، شوية من إيمانك. فقلوب الناس مرتبطة بالإمام الحسين. إحنا ثلاث كلمات نكررها في الزيارات، وقلبي لقلبكم سلم، لابد أن نحاول أن نطهر قلوبنا دائما. والكلمة الأخرى التي نقول فيها سلم لمن سلمكم، هذا الميزان، وحرب لمن حاربكم، والأعظم من ذلك ونصرتي لكم معدة. أنا وقف للحسين، أنا وقف لهذا الدين، خاصة المعممين علامة الوقف فيها العمامة، أنا وقف. يعني أستيقظ من الصباح إلى المساء كل شغلي قضية دينية، موعظة الناس، كتابة الكتب. الآن أعطانا السيد مصطفى حفظه الله كتاب صدر اليوم عن أخي رسول الله، كتاب الإنجليزي طبعا، The Brothers of Prophet الاسم، أبو المسنجر الرسول. يعني شوفوا عندنا في الروايات والآيات والأدعية وأيضا الزيارات أمور هي إشارات، لكن هاي الإشارة مهمة جدا. لا يكفي أن نشبع، أن نشبع زين، أن نخلص عملنا لله أمر جيد. كتيب عندي هذا السنة طبع اسمه طوفان الأربعين، حقيقة طوفان، يعني يتصرف هذا الطوفان في نفوس الناس، ولذلك يتفانون في تقديم الخدمات. هاي نقطة مهمة، مو قضية الطعام مهم، قضية هذا اللي يقدم الطعام
يقول هذا زاد أبو علي، ماي أبو علي، شاي أبو علي، مسكن أبو علي، مو أنا. هذا شيء مهم، يعني قلما تجد من يخدمك إلا ويشعر في قرارة نفسه يتفضل عليك. يعني عادة احنا نعزم اللي نعرفهم، ما نعزم اللي ما نعرفهم، ويوم اللي نقدم لهم الطعام في قرارة نفسنا نشعر احنا متفضلين عليه. لكن في العراق بالعكس، يتحول العراقيون شهر محرم وصفر إلى شعب من الملائكة. كل تقديم صلى الله عليه وسلم.